صباح الخير. الساعة دلوقتي 6 صباحا واهلا بيكم في اول فيديو في 2019. اكتر حاجه كانت بتطلب مني الفتره اللي فاتت دي من ساعه ما فتحت القناه ان انا اعمل حاجه عملي. الناس كانت عايزه تشوف تصوير عملي، يعني تشوف اي شوتينج وهو بيتصور وازاي العمليه بتتم وازاي البروسيس بعد التصوير وايه مراحل الايديت وازاي بطلع صوره كويسه اسلمها للكلاينت. الصراحه ما كنتش حاسس ان انا كنت مستعد للموضوع ده في الفتره اللي فاتت دي كلها، لان القناه كانت لسه صغيره ولسه بتبدا وما كنتش متاكد ان انا هكمل اصلا. فالنهارده ان شاء الله هيبقى اول لايف شوتينج هعمله قناة. متخيلين يا جماعة ان الناس لسه اصلا نايمة، النهار لسه ما طلعش، الجو برد جدا الصراحة. يا برنس طيب احنا النهارده هنصور بورتريتس. احنا بنصور عند جراند مول في المعادي قدام كوستا كافيه، يعني كوستا كافيه ورايا. مصور اسمه احمد عليوه، هو بيصور بورتريتس من زمان، هو صديق شخصي ليا يعني. هنصور كده في الشارع كده شوت. الساعه دلوقتي تقريبا 6:30، النهار بدا يظهر. حلو تصور حاجات دي تبقى يعني في الشروق او في الغروب. احنا تقريبا ما لحقناش شروق قوي لكن الدنيا منوره حلو يعني. يلا بينا يعني وصلوا ونروح بقى نتكلم معاهم شويه. محمد ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ هنعمل النهارده هنعمل حاجات حلوه كتير جدا يعني نكلم الناس تعمل ايه. لا النهارده هنصور بورتريت شوت وزي ما انتم شايفين احنا دايما بصور الساعه 7 الصبح او 6:30 علشان يعني هو ده المود العام اللي احنا بنصور فيه. احنا بنصور بايه يا احمد؟ احنا انا معايا نيكون دي 850 واللينس المفضله بالنسبه لي ما اقدرش استغنى عنها 85 1.4، بس قشطه انتوا اللي معاكم 1.8 يعني حلوه. دي سيجما ولا نيكون؟ دي سيجما ارت. بصراحه السيجما حسيتها في الكونترست والالوان بالنسبه لي انا شخصيا احلى، بعيدا بقى عن الشاربنس وكده، بس انا الكونترست بتاعها حلوه قوي يعني. طول ما انت واقفه اي بوز هتعمليه مفروضه ظهرك. ايوه وات ايفر، اي حاجه هتعملي كده ظهرك مفروض. اوكي تمام، دي اول تبسايه. السيتنج بتاعتي اللي انا شغال عليها حاليا 1.6 والايزو 400 والشاتر 200، يعني الشاتر بيبقى من 160 ل 200 في الجو ده، ما بقلش عن 160. وشويه كده استنونا شويه كده الشمس هتكون طلعت شويه وهنغير الكلام ده.
طبعا في حاجه لازم اقول عليها برده في الصور، ان اول حاجه واحنا بنصور يعني خلي مثلا ايه الموديل واقف هنا تمام، فاحنا ممكن نصور من هنا، ممكن نصور من زاويه من هنا ونخليها تلف خالص ونصور من هنا بحيث ان نعرف احسن دايركشن لللايت جاي منين بالظبط. ما تغلطوش الغلطه اللي انا لسه عليها دلوقتي. احنا لازم نصور رو دايما. طيب انا سريعا كده اقول لكم ايه اللي بيحصل. هو احمد بدا يصور شويه صور كده كتست، واكتشفنا ان هو بيصور جي بيج ما بيصورش رو، وده يعني حاجه مش صحيحه قوي. يفضل دايما وانت بتصور تصور رو علشان يبقى عندك فرصه ثانيه ان انت تعمل ايديت لو في حاجه غلط في اي حاجه بقى، الصوره ملسوعه، الصوره ضلمه جدا، الكلام ده كله. فاحنا بنتكلم ان احنا بنصور على طول رو، ولو عايز تصور جي بي جي فصور رو جي بي جي، يعني خلي الاثنين مع بعض. دي اول حاجه. احنا الصبح فبنصور على ايزو قليل، شطر حسب ما يطلع يعني. احنا بريورتي عندنا الفتحه العدسه، بنصور على 1.6، هو بيصور 1.6، هي فتحه واسعه جدا. احنا ممكن لو الدنيا عندنا مش عارفين نلقط فوكس على الفتحه دي ممكن نقفل شويه ل 2.2 لغايه 2.2، هيديك عزل حلو قوي الصبح، خصوصا المسافه في الباك جراوند واسعه جدا ان هو يتاخد فيها ديبس يعني. بس احنا دلوقتي شغالين في شوتينج وتابعونا لاخر يوم يعني. ده الشوت يا جماعة اللي احنا بقالنا 5 سنين بنتصور فيه. واهم حاجة نتأكد ان كل حاجة ان فوكس وشارب. نحاول دايما واحنا بنصور اوت دور ان احنا نشوف ممر زي ده وريهم يا احمد، بحيث ان يبقى فيه ديبس في الصورة. فانا هوريكم دلوقتي الفاينل هيطلع ازاي. ناخد كام شوت؟ ممكن تجيب الجنب وتلف. ايوه دلوقتي يا جماعه احنا صورنا كل حاجه زي ما احنا شفنا في الفيديو بالكاميرا واللينس اللي هي ال 85 من غير ما استخدمنا اي لايتنج ولا حتى ريفليكتور. هو طبعا يفضل ان يبقى فيه ريفليكتور، بس لو مش موجود عادي دي الوزير، يعني ان انت اي حاجه معاك متاحه هتقدر تعمل بيها نتيجه كويسه. وهيبقى فيه كمان ان شاء الله مرحله تانية اللي هي بتاعه الايديتنج، وهنشوف الفرق ما بين الاوريجينال والافتر ايديت. هنلاقي اختلاف مش كبير قوي، هو اكيد هيبقى الاحسن وضاف للصوره بس مش كبير قوي، عشان يعني اهم حاجه الاوريجينال عندك طول ما الرو فايل عندك كويس فاكيد الفاينل بتاعك هيبقى بيرفكت. واهم حاجه يا جماعه ما تبقاش كئيب في التصوير.